بنادم يا وليدي وجد روحك. على بكالة توجد روحك على خطر اني راح نحي لك التفنيين من راسك. وليت نوض بكري قبل ما تطلع الشمس. ولا نجح لي هذا الفاكسان معناتها الجيل الصاعد هذا كامل يولي نوض بكري. راك تسمع بوبي، هذا الدواء ينجح وربي كبير. بوبي ياه. لا وغير ما كله تدي لي هكذا، غير ما كله تحبط لي المورال. واش بوزي؟ موحوش جيت جبتي مش وصيتك زيت سردوك عصرت لك قاسرة ديك تاع البلاد هاو شاطتني. على بالك يا موحوش باللي هذا الزيت تاع السردوك راهي ليكستري، إلا خلطتها بهذا الدواء نديرو فاكسان يكفي 30 ولا 40 مليون. إلا نجح لنا هذا الفاكسان يا موحوش راح نصوفي والجيل الصاعد يولي نوض بكري. وانا هذه هي الفكره اللي راني حاب نحققها. قاع نصوفي وان شاء الله. انت لا تصوفيت بها يا محوش. انا راني نخمم باش نسلك الجيل اللي راهو جاي، ماشي باش نبزنس. عباك انت هنيه على بالك؟ وعلاش انا هنيه على بالك؟ بلي في الجزائر كاين 20 مليون فنيان ينوضوا على الزوج وفي رمضان ينوضوا على الربعه. اتخيل 200 الف تضربها في 20 مليون فنيان، شحال نربحو؟ شحال؟ 400 مليار فنيان. مليار دراهم. تعرف يا محوش انا وياك ترك هاك وراني هاك، انا راني نخمم باش نسلك 400 مليار فنيان باش نردوهم بني ادم. وترك حابة بزنس على بني ادم، تك حاب تكسب 400 مليار منش كيف كيف. نزيد لك حاجه يا محوش، هاد الناس اللي يولي ينوضوا بكري، الى ينوض بكري باش ينوض بكري ما فيهاش فايدة. أنا نخمم باش يوليو ينوضو بكري ويوليو يخدمو. واش لازم ندير؟ أنا نخمم باش نزيدو شوية زيت النمل مع زيت السردوك والدواء. وهذه الفكرة هذه خمم فيها واحد عالم قديم شنوي واسمو وان هو. واسمو؟ وان هو. شوف الجيل تاعو كيف داير، وراني حاب ندير كيف كيف. تسمى الجيل تاعنا يولي سبيد في الخدمة. بوسيت شتاين انت على بالك دوك نجي وراك رايح يا موحوش. نحن عصلك شويه نمل هاكا ندوبلي وصومه وصافي بليزير. جيتي وش جابك حبيبي من بعيته للمغيبي من بعيته للمغيبي شلونك زهرة مامس؟ بدي كل شي يكون بيرفكت اليوم. اوكي اوكي بيرفكت، لو كان جي تحطي يدك وجي تعاونيني اختي. هذيك لو كان ابو زيد راجلك عنده دراهم كان اختي يجيب لكم هذاك اللي ينظم العراس هذاك. والله هو ينظم كل شي ويقلب الدنيا والله تشعل. هكذا ما تتعبي انتي ما تتعب هي. يما انتي كل شي بوزيد بوزيد، خلي بوزيد شويه مسكين. ما تنساوش هاد الدار داري وانتم عندكم النذر هاوس. تحس مزيك تكذبي. والله هي تكذب زهر، تكذب وصحتها ديت راجل مرفه وعنده الطراز. ثانكس مام. وزهره ما تنساش لي ستار دبي كاع عندهم لي فيلا. جيتي قلتي له بلي انتي ستار؟ بتقبرين حبيبتي؟ نسيتي بلي اختك ستار اند فيري فيموس. نيتك ساكي حتزوجي؟ لال وين تزوج؟ ونروح لدبي وتما يطلقوا لي جيبي لي وشري لي تشوف كيفاش. هذا ما يزوج ونص. كتنحي عليا هاد الكوفيرتا تروح تقضي ماشي خير. ماني عيان هذا وين ناض. خليها بك. فكرتيني يا صاح. تي الكاطو اللي راح تحطيه ليا فجدتي ولا مو جدتي؟ نسيتو. وراه. ماي جاد نسيتو مون كيك. جالوسين. كي تعيطي له عايشك قول له يجيب وحده كبيره باش ندي طريف برك البابك خي تعرفيه يسخف. زهره زيدو. زهره واش غير الخير؟ بالك تنسى الكاطو؟ خلاص يا اخي قلت لك غدوه الكاطو يكون في الدار يا اخي. وجي يشوف برك كيفاه حاب يدير كلش في نهار. كيف صدر يعقد الشرط فتحه كلش في نهار. قلق هذا افتقل تاعهم هكذا. ايه خلاص
تما حنا نتبعوهم برك، التقاليد تاعنا حنا ما كاش. خلاص خلاص ما قلت والو. فرات غدوة الغابتو يكون في الدار. أي صحة، أي دوك شوية كي نجي للدار نقصرو. إيه أني شوية مشغول. صح. لازم لي نجربها في روحي. قبل ما نديرها لوليدي. بوزيد هذا هبلنا بالهواج تاعو، هذا ما خصنا، سيرتو كي هو عايش في الدار. شحال سكر موحوش؟ 5 ونص. شحال شريتو هذا؟ على باليش موحوش. وهذه هي الحكايه يا خويا موحوش. واش نحكا؟ حكيت مصبع موحوش عقلك ماهوش معايا. سير. وهو سردوك سردوك. سردوك سردوك. اليوم لو كان ماشي انا حوايجو ما يقدرش يلبسهم. حتى خدمتي ما قدرتش نروح. وراها هو توكا؟ هو في البيت. سردوك تاع الفيلم هذا. راك تشوف الحاله اللي فيها يا موحوش. راك رايا يا حبيبي. بوزيد تقعد هنايا في الفيلم في البيت. راك تسمع روح للبيت ما تخرجش اليوم. ايا روح روح. راك تشوف المحله اللي راني فيها. هذا الكمال الهم تاع الكابيني والدواوات اللي داري خلط فيهم ما لحقوا لهذ الحاله. قول لك حاجه مدام بوزيد لازم تفرحي به. صح تعرفي وانه؟ لا لا. تاع شينوا. بوزيد فور على. سي الدواء 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 تاع الزيت تاع سرادك باش يصوفي كاع لي جان ويصوفينا باش نوضو بكري. بوزيد ان غرو شارجور. ان غرو سردوك والمحنه اللي راني فيها يا موحوش. اليوم الخطبه تاع فيفي باش نقابلهم ها؟ قابلهم سردوك. انا نتبر راسي. اسمح لي زيتو اسمح لي. يا وهذاك ما يخص زهره بنيتي دراهم ما كانش وزاد علينا تاع وعيش. ديما تحكي وقت هاد الهضره ها ما كيشوفي حالتو كيفاش راهي مسكين. اي ما عندك ما ديري له واش راح ديري له انتيا. خلي دوك هذه الخطابه هذه وبعد طلقي جدو يسرح عليها. ما كاين لا خطبه لا والو. فيفي ديجا عيطي لهم اليوم قولي لهم ما يجوا. نو واي زهره نو واي باسكو لو كان نروح لواحد كيما هذا ما نزيدش نلقى واحد اخر. امبوسيبل. اسمعي يا زهره يعني البرا هي اللي رجعته سردوك. خاصك غير حابي فزد الخطبه. هي حكمته الغير على روحو على خاطر نسيب هذا جديد او عنده الدراهم. ما علاش هاد الهضره عليك ها؟ ما كيشوفي في حالته مسكين. نيفر مام تونتون زيدو مسكين من بكري هو يشجع فيه باش نكون اون نوفيل ستار ويعرفوني كامل الناس بارتو. هيا هيا نخرجو خليه يريح شويه. هيا في فيا اسمح لي زيدو اسمح لي. هيا فيفي استنى جبت تليفوني. هيا هيا نديرو سيرك طالون زيدو سردوك ونحبك. زيدولي ايه يا وليدي ايه باباك
سي دوك دافريل تي اسكت ما عندكش كاع الحق تهضر كاع على جالك هذا على جالي خيه على جالك وكان جيت شاطر تنوض كي نتاجك بكري هو ما سيد وين في روحه مسكين وانيش مامن اوا غير انا وكيفاش ندير لا كونفوكاسيون تاعي طوالي في المسيد كونفوكاسيون شي غقات له تجيب بابا ماشي وقته انا غدني طونطون زيدو مسكين يبر قلبي الو شلونك الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله ملحقين ملحقين اوكي اوكي سيو سيو ملحقين دبروا سنكم انا حابه كل شيء يكون بيرفكت بيرفكت ما حد يلبس هذيك لاغوب اللي شيتها عند تاتو روحي روحي بك هذا ما خصني انايا هذا ما خصني بنتي خافي ربي عطي له شويه قمح 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 هو يموت لك بالشر ونحصلو في جدو لا راح ديروا له شربه بالفريكو واش غندير واش غندير انا في روحي انا واش غندير هيا يما روحي روحي دوك نجي روحي راني رايحه راح نشوف تلبسي بنتك ولا اسمع انت تخرج من الشومبره نتفاهم معاك راني وليدي تهضري في بابك ها وبالك ودخلوا باب الشومبره محلول يعاود يخرج يبهدلنا قدام الناس يا ربي يا ربي يا ربي لازم نلقاو حل او نرجع شنو هو الحل حبيت ندير دوك الشيخه مرحبا بكم في بلادكم وفي داركم الله يسلمك الله يسلمك شكرا شكرا ما قصرت والله يعطيكم العافيه قول لي يا وليدي برك درو نسقسيك كتب ليها في الامارات هذه عندك سكنه تما بين شو عندهم سكنة ملا عندهم براكة إحنا نسكن برج خليفة برج خليفة تعرفي برج خليفة ما نعرف شو اللي دي ما عندنا إحنا يا برج البحر يا برج الكيف إحنا نسكن في دبي في الإمارات العربية دبي على بالكم دبي هذي لي صافير قرام من الدراهم قول والله هاني قول لك وش بك ولا لا لا حاجة إحنا عندنا في دبي البيزنس لعبة قلت لكم فلا شنو الناس لا عايشه ها يلعبوا بالدراهم وانت بزنس عم بالك حنا ناقدين هنا وحوش انا جبتك ترون بلاصي بوزيد ما جبتكش تهضر لي على البزنس فهمتني حبيني او حب غيري سرت في عمري خيال جاني وقت عرف مصيري اللي في قلبك مجال كاذب او صحيح وما يصح الا الصحيح هاي عروستنا تراك طالعه احلى من صور الفيسبوك اوه عن جد شكرا اسوي لك اروع فيديو كليب في العالم هاي خطره فيني في سنيت فرايتي شحال قال لك شحال يما شوفي فيه سمحوا لي دقيقه عندي مكالمه من الخليج سمحوا لي راح رجلي لي صافير تاعك راح روح وعليكم كيفك حبيبي كيف الصحه سيد هذا باين لي فاميليا مسكين وعنده طرا بلا كل اطيوا الو كمان واحد ساعه نعيط لك راني اون بلا خطبه راني عند المغنيه اللي قلت لك عليها ايه راني في دارها راني نتمولك يدي عندي واحد الفوتاي اني طايح لهم خارجي ما فهموا والو 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 عندهم غير واحد راه هبني شبعني بزاق بزاق كي نكمل الخطبه نعيط لك على واحد الساعه اي مع السلامه صح صاحبي سامحوني سامح وليدي هذا ابن خيي طلب مني شويه مصاري ليشتري هليكوبتر شوف ولا مالكيتش أنا نجيب لك دي هليكوبتر شابين من الحامس بتيلي كومو أنا أقصد هليكوبتر حقيقية مش لعبة با 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 قولك حاجة توجه الخير على بالك شكرا حبيبي شكرا تسلم أنا مغلوقين عمي والله غير حصلها يا أخو كيفاش أنا رايحين نديرو لازم نعرفو كيفاش خدم بابا الدواء إذا حبينا نلقاو لونتيدو تاعو ايه بصح غير بابا بالو وين دارو امبوسيبل تلقاه شحال تحبط المورال هادي على بالي بيها غير حوس على واحد لابليكاسيون باش نترجم الهضره تاع شراده وديتك حد ديرها لا لا انا كونيكتي مع واحد صاحبي انجينيور تاع لافورماتيك هو اللي حيفهمني كلش
يعني ما شاء الله حكيت لي الحكايه. قلت له بابا شالي سردوك وانا حاب نهضر معاه. حبيبي انت جزائري؟ بيانسور جزائري. عارف هذا الشماخ هذا اصله فلسطيني. حنا سيبورتي وكاع غزه وشبيك. هاي فرات واش ما رحت بابا بصح بلا قلة سكيم عليهم هذوك. ها هاو جا. المهم يا جماعه متفقين على الشروط؟ انا متفق. متفقين بنيت ما نقرا الفاتحه. هاي بشار. هاي بسم الله. هاي نقرا واش يلا نقرا الفاتحه. شنو هاد عندكم ديك بالبيت؟ ايه شوفي يا الحكايه كيفاش بدات مزيت السرده. الحاج دوك نجي نكمل لكم الحكايه. الموجود وكيف الاحوال بدبي؟ والله الجو عندنا كتير شوب. هاي في حر كثير. رامي ماشي قلت لك ما تحش الباب عاد يخرج بابك نتبهدلو. يما هاد الخطبه لازم تحبس. وعلاه؟ بابا حكى لنا كلش. قدرتوا تفهموا له؟ هاد حكايه وحده اخرى. اي لاف جباي زهرة طولتو ما طولنا ما والو ما كاين لا خطبه لا خليجي. بنتي شو الحكي يا حبيبي هذا شو صار؟ بيبنا شرحنا بدليريه رانا فقنا لك. لا صار هكا مسخر بيا انايا ها هليكوبتر ودبي وبرج كيف انت خليفه. شو صار؟ شو عم تحكوا؟ ما فهم هاد السيد محتال وديجا نعيطنا للشرطه ونتلاقاو في دار الشرع. بوليس انا خاطيني نحكي بها ما يسمح دارك. اصلا فهمكم اصلا فهمكم. او بوزي تحكمك على قرو. انا ما سويت لك شيء انا ما سويت لك شيء حرام انا ما سويت لك شيء انا ما سويت لك شيء. الاولاد ورحتي معكم؟ هذه يا يما اوا خذتي هذه بنتي هذه. يا اللي قالت لنا رجعوني جاجا باش تكمل حياتها مع بابا. وما لا درنا لها تشكات على جيت سرادك. ولا ربحت ربحت بنتي جاجا وراجلها سردوك وموالو كان جو عنده الدرع. كل يوم صورة وحلم جديد نتقاسموا الفرحة الحزن